يقول الشيخ في حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ما المقصود في ذلك؟ الغضب، يعني شدة الغضب، إذا اشتد غضبه ولا يدري ما يقول ولا يتصور ما يقول فإنه لا يصح منه طلاق ولا يقع منه. وكذلك العتق، إذا اعتق مملوكه في شدة الغضب إنه لا ينفذ العتق. نعم.